لا انا من السكينه ديال طراس، ولكن انا داخل ديما كانت عندي المحل هنا في الشارع. انا انتقلت من هنا، ولكن ديما هذه هي الطريق ديالي انا. هاد النقطه هذه راه النقطه سوداء في هاد البلاصه هذه في الشارع كلها، هذه هي النقطه ديالها الوحيده. راه الا ما بدلو هاد القواد راه ما عمرها تصوب هاد النقطه. والمشكل ديالها شوف هذاك ديك السياره دابا كيفاش دازت. راه الناس دابا هي حابسين الطريق وكيجيبوا الذره منين، ويلاه ربي عطانا هاد شويه القطارات. شوف اش داروا، حتى كون عطانا ربي 3 ايام ولا 4 ايام ديال الماء، شكي غادي بني غادي يدوز هاد السكينه. ورا لا اله الا محمد رسول الله، راه المهرجانات راه ما دايرين والو. راه الناس بغاو المنطقه ديالهم تقاد. راه هادشي راه واعر بزاف. هادي انا من صغري، انا عندي تقريبا 61 عام عاقل انا هادشي هكا داير. من نهار تحل هاد المدرسه وهي ديما هكا ما عمرها تصوبت. راه يصوبوا حتى يشبعوا هنا، جا نازل بزاف. ولا اله الا محمد رسول الله، ما عندنا ما نقولوا لهاد الناس، هادو هما اللي كيعرفوا ويتبروا رؤوسهم. تقريبا اكثر من 10 سنين وهاد الطريق دايره هكا ديما هكا. القواد وقت ما كاينه الشتاء كيطلع القواد الزبل ديال القادوس، هما كرفسين بزاف. المجلس البلدي خصو يدخل يصاوب لنا هاد القواد، راه ديما راه الناس مكرفسين هنا. شوف راك كتشوف دابا في الحديد راه كيدوز ويرجع، هادشي اللي غادي نقول انا للمجلس البلدي. المشكلة اللي ناضتي راه غير هادي اللي وريكا وين المرة هادي ديما إلا يعني كل الحمد لله تشكي الخضار برد يعني توقع على المشكل خصنا نستفي من الحل. وريكا المشكل اللي كان يعني يشقاني كود قال حل بسيط تحت تكلم قال مدخل نشيرة اللي هو غرس زكان يعني ماشي عيب اي مشكلة تغيد عيب لا عيب.